تواجد أمام ملعب الشهيد أحمد شكري في انتظار المباراة التي ستجمع بين نهضة أتلتيك الزمامرة. شباب أطلس خنيفرة برسم الجولة 24 ضمن منافسات البطولة الوطنية القسم الثاني. تعزيزات أمنية تسبق هذه المباراة. كيف تشاهدون مركب أحمد شكري الزمامرة؟ المصالح الأمنية والقوات المساعدة من أمام ملعب الشهيد أحمد شكري التي ستنطلق المباراة حدود الساعة 5 عصرا.